طيب نبدأ بالمدود التسعة التي ذكرناها، أولها أبو المدود، وأبو المدود هو المد الايه؟ الطبيعي، هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. لا تقوم ذات الحرف إلا به، بدنا نستوعب هالعبارة، حفظونا إياها منذ أن كنا صغارا. الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات، كنا نرددها بلا فهم. ما معنى لا تقوم ذات الحرف إلا به؟ قامت الذات يعني برزت إلى الوجود. لما منقول مثلا يا موسى يا، سمعتوا الألف؟ طب أنا حقصرها الآن، يا موسى يا موسى، هذا شو صار؟ صارت فتحة، يعني اختفت الألف. فالألف لا تبرز إلى الوجود إلا بإيه؟ بالمد الطبيعي. قصر المد الطبيعي تنعدم ذات الحرف، لا تقوم ذات الحرف، لا توجد، لا تبرز إلى الوجود إلا به. إلا بمين؟ بالمد الطبيعي. ثم إن هذا المد الطبيعي لو قيل لنا ما سببه، ماذا نقول؟ ما له سبب، يعني لماذا مددنا مدا طبيعيا؟ ما هيك العرب بيتكلموا، انتبهنا كيف؟ لا في همزة كالمتصل، ولا في سكون كاللازم. وضح التعريف يا شباب؟ ويمد بمقدار حركتين لا غير، والحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين، نحو بابا إيبي. نعم، ذكر هذا المقياس الإمام العظيم من المتأخرين محمد مكي نصر رحمه الله، صاحب كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد. يعني هذا كتاب من المؤلف متأخر، كان في يعني بداية القرن الرابع عشر، وهو من تلاميذ المتولي، لكن الحقيقة الكتاب مملوء علم ويدل على يعني إنسان متعمق، محمد مكي نصر رحمه الله. يا ليت لنا سندا نحو هذا الرجل، يعني أنا أجله غاية الإجلال، من علماء مصر الكرام، وهو تلميذ المتولي. فمن لما ذكر تعريف تقدير الحركة المدود قال بمقدار النطق ببابا. طبعا القدامى شو كانوا يقولوا؟ آآ كما ذكرت لكم، اللي هي الايه؟ الألفات. ما بهم فتحة ضمة كسرة، لأن أزمنتها متساوية. مين أطول، زمن الفتحة ولا الضمة؟ نفس الطول. الضمة ولا الكسرة؟ نفس الطول. مد البدل. البدل يا أخواننا كلمتين سهلين جدا. نحن بنعرف المد الطبيعي أن يأتي حرف المد وقبله حركة من جنسه، أليس كذلك؟ هالحركة اللي من جنسه هي إذا كانت همزة، بدل ما نسميه طبيعي شو بنسميه؟ بدل. يعني لما بنسمع آ آ، بدل ما نقول طبيعي شو بنقول؟ بدل. أو شو بنقول؟ بدل. إي شو بنقول؟ بدل. لذلك عرفوه في التجويد فقالوا كل همز ممدود، وصلى الله بارك. ما في داعي نكتر كلام، انتبهنا كيف؟ ما في داعي نكتر كلام. همزة ممدودة، حرف مد قبله همزة، بس هذا البدل. آ أو إي، هذا عند المجودين. نجي بقى إلى علم الصرف. علم الصرف بيتعمق شوي، بيقول لك مثلا طب ليش هذا بدل؟ والله هذا العرب كانوا إذا وجد في كلامهم همزتين ثانيتهما ساكنة، ثانيتهما ساكنة، همزتين وراء بعض والثانية ساكنة، كانوا يبدلونها حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. يعني العرب إذا وجد في كلامهم أ شو بيعملوا؟ بيبدلوا الهمزة الساكنة ألف، شو بيقولوا؟ أ. إذا كان في كلامهم أو شو بيعملوا؟ بيبدلوها وبيقولوا أو. إذا في كلامهم إي ببدلوها، من هنا جاءت كلمة إيه؟ البدل. وضح؟ وهذا بإجماع، هذا بإجماع. يعني العرب ما بيقولوا أأتوني، شو بيقولوا؟ آتوني، آتوني زبر الحديد مثلا، تمام كيف؟ إيه؟ ما بيقولوا أؤتمينا، شو بيقولوا؟ أوتمينا. ما بيقولوا مثلا
ائتوني بكتاب، شو بيقولوا؟ ائتوني. تبهنا كيف؟ نعم، هذا هو البدل. وضح يا أخواني؟ في ناس بيتوسعوا شوي، بيقول لك البدل وشبيه بالبدل مشان يدخلوا فيها يراؤون ويمنعون المعون، أو يدخلوا فيها مثلا وجاءوا على قميصه. أو بيقول لك هذه مو أصلها، يعني الواو اللي بعدها وجاءوا، بيقول لك هي واو الجماعة، ليس أصلها همزة ساكنة. فهذا نحن ما بنسميه بدل، بنسميه شبيه بالبدل. طب شو بيترتب على هذا؟ نحن بالتجويد شو بيترتب عليه؟ ما بيترتب عليه شيء. إذا قلنا كل همز ممدود وسكتنا، اندرجت هذه الكلمة أم لم تندرج؟ فلا تكتروا كلام على الطلاب، عرفتوا؟ يعني أنا دائما لست من أنصار الكلام الكثير اللي بيخلي كما ذكرت بالأمس يعني علم التجويد شيء مرعب لدى الطلاب وموسع، خاصة إذا التوسيع لا ينبني عليه شيء. لو التوسيع بينبنى عليه شيء والله على العين والرأس نحن مضطرين نوسع، لأنه هذا غير هذا. لكن لما بيكون المؤدى واحد توسع ليش؟ انتبهنا كيف؟ ما في داعي نكتر كلام، خاصة على الطلبة المبتدئين. انتبهنا؟ كل همز ممدود وصلى الله بارك. انتبهنا كيف؟ دخل فيها وجاءوا على قميصه، دخل فيها يراؤون ويمنعون الماعون، ما في داعي للتوسيع الذي لا يترتب عليه شيء. آمنوا أوتوا إيمانا، القرآن يراؤون، ها شايفين هذا يراؤون اللي بيسموه شبيه بالبدل، يعني الخاطئين نفس الموضوع، الخاطئين رأى وجاءوا آبائي. مدل طبعا البدل كم حركة يمد يا شباب؟ يعني إذن هو حالة من حالات مين؟ الطبيعي. جينا لمد العوض. العوض أيها الإخوة كما تعلمون وتكلمنا بالأمس لما تكلمنا على أحكام النون الساكنة والتنوين، قلنا في شيء بلغة العرب اسمه التنوين، تنوين بوزن تفعيل، نونه يعني جعل في آخره نونا، نونه ينونه يعني جعل في آخره نونا. هذه الظاهرة موجودة في اللغة العربية في الأسماء، رحيم رحيم رحيما، أليس كذلك؟ نعم. ثم إن العرب كانوا إذا وقفوا على الكلمة المنونة حذفوا التنوين، فإن كان التنوين في كلمة مرفوعة مثل رحيم أو مجرورة مثل رحيم حذفوا التنوين ووقفوا بالسكون. رحيم كيف نقف؟ رحيم كيف نقف؟ رحيم. بينما رحيما يحذفون التنوين، لكن شو بيعملوا؟ يعوضون عنه بألف تمد بمقدار حركتين مدا كالطبيعي. وضح؟ لذلك العوض قالوا في تعريفه هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد طبيعي. منعيد، هو التعويض عن تنوين النصب. لما قلنا تنوين النصب مين خرج؟ تنوين الرفع وتنوين الجر. حالة الوقف مين خرج؟ حالة الوصل. ففي الوصل ما في مد عوض، تبهنا؟ بألف مين خرج؟ بقية حروف الهجاء، بقية حروف الهجاء ما عدا الألف تمد بمقدار حركتين، خرجت مقادير المد الأخرى اللي هي أكثر من حركتين. واضح يا شباب؟ هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. وهذه الأمثلة أمامكم، هذا كله بالنسبة لكم معروف. طبعا لاحظوا المثال الثالث والرابع على اللوحة، ما أن لما نقف عليها شو بنقول؟ ما دعاء أن نقف عليها كيف؟ دعاء. انتبهنا؟ طيب ألا يشبه مد البدل؟ قد يقول قائل هي همز ممدود، انتبهنا؟ لكن الفرق أن هذه الألف دعاء منقلبة عن تنوين، انتبهنا؟ مو ما هي مثل تلك في مد البدل، هذيك منقلبة عن همزة. لذلك ورش رحمه الله ما يمد هذا، يعني ما بيعتبره بدل. مو ورش بمد البدل 4 2 و4 و6، فعلى على وجه 4 و6 هل يمد دعاء ورش؟ أبدا. انتبهنا كيف؟ لأنه هذا
ما هو يعني صورته صورة البدل، لكن هو في الحقيقة ايه؟ عوض. واضح يا اخواني؟ نعم. طبعا يا شباب يستثنى من مد العوض، وانتبهوا لها القصة لانه قليل من المصنفين من نبه عليها، يستثنى منه هاء التأنيث. شو يستثنى؟ هاء التأنيث. يعني قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء. وشجرة، تنوين نصب ولا مو تنوين نصب؟ طب وقف عليها، وشجرة، ما منقول وشجرة مثل عليما حكيما، مو مثلها. تبهنا؟ إذن يستثنى من مد العوض هاء التأنيث المنونة تنوين نصبين. نرى على اللوحة ما قلته لكم منذ قليل، لا يعوض عن تنوين النصب بألف إذا كان على هاء تأنيث، بل هاء التأنيث. شجرة كيف نقف؟ وشجرة. جنة كيف نوقف؟ جنة، ولو كان تنوين نصب. أعود فأقول قل من المصنفين من نبه على هذا. تنبيه ثاني، تقف العرب على ماء، ماء بألف بعد الهمزة، ولكنهم لا يكتبونها. ليه؟ لأن يعني شوفوا أنا هون، هذه الكتابة المعروفة، هذه كتابة كما تلفظ، فقلنا ولكنهم لا يكتبونها. ليه؟ لأنهم لا يجمعون في الخط بين ألفين متجاورتين، وكذلك يقفون على كل ما شابه ذلك نحو إن شاء. وهذا المد هو من قبيل مد العوض وليس مد بدل، لأنه عارضة بالوقف، وكذلك الوقف على شيء. واضح يا شباب؟ نعم. هذا ما يتعلق بالطبيعي وما يعني وما يلحق به، يلحق به البدل والإيه والعوض. بقي عندنا مد